الزميل محمد بن بريك المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مع تواصل الانطلاقات نتواصل مع حضراتكم بالوصف والتعليق على مجريات أحداث منافسات هذا اليوم والتي خصصت لسن الثنايا، وها هي الانطلاقة الخامسة من انطلاقاتنا، هي الانطلاقة الخامسة في الترتيب العام، ولكن هذه هي ثالث انطلاقات أشواط الثنايا الفخار. مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى بارودة التي تحتل المركز الأول وتنطلق بشعار علي بن سالم بن سنيد الدعية المري الذي يدفع بهذا الاسم باسم بارودة نحو مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أرى وأتابع من تحتل المركز الثاني وهي بروق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضمر بروق السيد سالم بن فاران المري والانتقال على المركز الثالث. المركز الثالث نتابع من تحتل المركز الثالث الرباع على السيد السيد سالم بن علي بن سعيد المري، هو من يحتل المركز الثالث واعتقد بان شعار بن مهيره. بينما نتابع المركز الرابع ونرى من تحتل المركز الرابع الان نشوه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمر نشوه السيد مطرب اللاحق الهاجري. وخامسا نتابع الظبي، هي من تحتل المركز الخامس للسيد سعيد بن علي بن حفار المري. ها هي النتيجه اذا ومعطيات أول إذاعة وأول نداء للمراكز الخمسة الأولى بتقدم وبانطلاقة بارودة على المركز الأول. إذا بارودة تجد المنافسة هناك من بروق، والتنافس صراع قوي ما بين بروق وما بين أيضا بارودة على المركز الأول، ولكن بارودة هي من تحتل هذا المركز للسيد علي بن سالم بن سنيد الدعية المري. حصل تغيير الآن، وبروق هي من الآن من اختطفت المركز الأول وهي من انطلقت إلى المركز الأول بروق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. بارودة على المركز الثاني علي بن سالم بن سنيد الدعية، وفي المركز الثالث هنا التواجد للرباع على السيد سالم بن علي بن سعيد المري، وفي المركز الرابع نشوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن لاحق الهاجري، وفي المركز الخامس هنا الظبي للسيد سعيد بن علي بن حفار المري. أسماؤنا أيضا الخمسة في ندائنا الثاني ولم يجد أي جديد على مستوى هذه الأسماء التي تقودها الآن بروق. بروق على المركز الأول، بروق تحتل المركز الأول بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. إذن هكذا هي النتيجة، بروق هي من تحتل المركز الأول مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. مضمر جميلة ومضمر حماس وجميلة التي انتزعت ناموس الشوط الأول الرئيسي، وهي من سجلت أفضل توقيت زمني حتى هذه اللحظات لمسافة الستة كيلومترات 9 دقائق 28 ثانية و79 جزء من الثانية. هو توقيت جميلة التي انتزعت ناموس الشوط الرئيسي وتوقيتها ما زال صامدا. نذكر أيضا بمن فاز بالشوط الرئيسي للثنايا قعدان الهارب لعلي بن مانع بن دواس العجمي. هذه إذن بعض الأخبار وبعض أيضا أحداث هذا المساء وما أسفرت عن حصول جميلة والهارب على ناموس الأشواط الرئيسية. التغيير يأتي الآن مشاهدينا الكرام من قبل نشوة، نشوة غيرت ونشوة انطلقت الآن إلى المركز الأول منتشية نشوة بهذه الصدارة الممتازة. ما أجمل نشوة الفوز والانتصار يا نشوة. نشوة الآن تحتل المركز الأول، غيرت أحداثيات هذا الشوط رأسا على عقب، وبالتالي هي سيدة الموقف الآن، هي من تتحكم الآن بما يحدث في هذا الشوط، هي من تحكم هذا الشوط. الله يا نشوة. نشوة إذن على المركز الأول
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثاني بروك، بروك تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمر بروك الذهبي سالم بن فاران المري. نتابع المركز الثالث، وعلى المركز الثالث وشاهد بأن هناك الانطلاق، هنا الانطلاق يأتي من قبل الظبي لسعيد بن علي بن حفار المري الذي يدفع لنا بالظبي في هذا التحدي، والظبي غيرت الآن إلى المركز الثالث لسعيد بن علي بن حفار المري. المركز الرابع بارودة لسيد علي بن سالم بن سنيد الدعية، بينما المركز الخامس هذا هو الاسم الجديد الذي ينضم إلينا في هذه الأثناء، منصور. الآن منصورة انطلقت مشاهدينا الكرام، حذاري كل الحذر من منصورة ومن انطلاقتها للسيد محمد بن زايد المنصوري، غيرت من المركز الخامس إلى المركز الثالث الآن. هذه النتيجة إذن للمراكز الخمسة الأولى في نداء ثالث على التوالي. هناك نشوة، الله يا نشوة، نشوة على الصدارة، نشوة على المركز الأول، نشوة على المركز المميز، الله يا نشوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والف وخمسمائة متر، كيلو ونصف الكيلو على النهاية، ونشوة على هذا المركز، على هذا المركز، المركز الممتاز. الله الله يا هذا المركز، يبذل من أجله الغالي والنفيس. المركز الأول، نشوة إذن تحتل هذا المركز وتنطلق بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمر نشوة مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثاني، يا سلام، يا بروك، مبروك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها سالم بن فاران المري. المركز الثالث منصورة لسيد محمد بن زايد المنصوري. في المركز الرابع وشاهد شودة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، التضمير عند السيد سلطان بن سلمان العتيبي. وفي المركز الخامس أيضا هنا بشاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري. ولكن دعونا نعود إلى المقدمة، دعونا نسير مع نشوة التي تسير نحو ناموس هذا الشوط، نشوة على المركز الأول. ولكن يا باللاحق، حذرت من منصورة اللي متواجدة في المركز الثاني، هي تقترب الآن من المقدمة، والمقدمة متواجدة فيها نشوة. الله الله الله، يبدو بأن الشوط مع نشوة، يبدو بأن الناموس مع نشوة، نشوة إذن على المركز الأول. ولكن أشوف هنا بشاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقترب شعاره مع المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. بشاير، بشاير على المركز الثاني، بشاير واصلة، بشاير واصلة بذخاير أصيلة. ولكن نشوة تبتعد، نشوة تبتعد، والشاير وبشاير تقترب، ابتعاد واقتراب، ابتعاد نحو الناموس واقتراب من أجل الناموس أيضا. الله الله، نشوة وبشاير، ولكن يبدو بأن نشوة هي من انتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والتهاني للمضمر مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثاني بشاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث كان من نصيب شودة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير. المركز الرابع منصورة لسيد محمد بن زايد المنصوري. وفي المركز الخامس بروق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، هي النتيجة، وها هو التوقيت الزمني للحظة وصول نشوة، 9 دقائق 32 ثانية 31 جزء من الثانية. تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني لمضمر نشوة السيد مطر بن لاحق الهاجري على انتزاع نشوة على المركز الأول وناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان مع بشاير، والتي قطعت المسافة في 9 دقائق 33 ثانية و32 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهاني لمضمر بشاير السيد سالم بن حمد بن هيان العامري. بينما المركز الثالث جاءت فيه شودة وقطعت المسافة في 9 دقائق 41 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، والتهاني لمضمر شودة سلطان بن سلمان العتيبي. أما مع انطلاقة الشوط السادس أنقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد.
محمد بن بريك المري. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي، متواصلين